لحظات ونستمع إلى تلاوة القارئ المشارك من الصين عظمة قربان تاي، والذي سيتلو ما تيسر له من سورة البقرة المباركة بدءا من الآية 58 بعد 100 وانتهاء بالآية 160، فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا
صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.